العلم. في أحد الأيام سألت معلمي: لماذا نرفع العلم صباحا كلما دخلنا إلى المدرسة؟ فأجابني: إن لك يا بني وطنا من خير الأوطان، فهو طيب في مناخه وجميل في منظره وخصب في تربته، اسمه الجزائر، من أحلى ما تنطق به الألسنة في الشرق والغرب، إكبارا وإجلالا لكفاحه ونضاله، ولا شك أنك تجد في الانتماء إليه كل فخر واعتزاز. والعلم يا بني ما هو إلا رمز من رموز الهوية الوطنية، وهو دليل على حرية الجزائر وتضحية الشهداء، فارفعه عاليا وقل: أنا ابن الجزائر. منذ ذلك اليوم وكلما وقفت أمام العلم أتذكر كلمات معلمي التي عرفتني بقيمة العلم، وأحمد الله أني أعيش حرا على تراب وطني، رعاه الله وحفظه من كل سوء.